المطبخ الفلسطيني أحد المطابخ الغنية في منطقة بلاد الشام، وهو يتشارك مع لبنان وسوريا والأردن في العديد من الأكلات. طبعا من أشهر هذه الأكلات المسخن، وهو أكلة شعبية تتكون من خبز الطابون المغطى بالدجاج والبصل المقلي والسماق وزيت الزيتون، إلى جانب المقلوبة وشربة الفريكة والكنافة النابلسية والمعمول. وطبعا عشان نتعرف أكثر على الأكلات المفروض أننا نأكل ونجرب أكيد طبعا التجربة خير وبرهان. نتعرف على طريقة عملها. ينضم إلينا في الاستوديو سمير دقاق، متخصص في الأكل الفلسطيني. صباح الخير سمير. هلا وسهلا والله. صباح الخير عليكم. والله ينور. أنتم منورين ما شاء الله عليكم دائما. الله يسلمك. شكرا جزيلا. طيب إيش أكثر شيء لو تبغى تقول لنا ميزة يتميز بها المطبخ الفلسطيني؟ أول شيء حبيت بس أعطيكم لمحة صغيرة. إحنا بالنسبة لنا كمطبخ فلسطين الجديد، احنا كنا ضايعين في طيات المطبخ الشامي طبعا وبلاد الشام. طبعا جينا حبينا نجيب الاوراق المبعثره ونحطها ونعرف الناس عليهم شو المطبخ الفلسطيني. جوابا على كلامك انه احنا في عنا اهم شيء، احنا زي ما كلمتك بالقبل بالمطبخ الفلسطيني عنا الاساس هو الزعتر، واللي هو نحن بنسميه زي ما تقول الكنز الاخضر بالنسبه لنا. بنعمل عنه شغلات كثير وبنطوره وبنعمل له كمان مكونات صحيه كمان مهمه جدا. الاكلات المميزه عندنا في فلسطين طبعا عندنا هو المسخن. المسخن هو عباره عن زي ما تفضلتي قلتي وقت مها، هو الطابون، الخبز الطابون بنحط عليه البصل، بنحط عليه السماق. السماق اللي هو عباره شو بيعطي شو حموضه. بعدين بنحط الدجاج. الدجاج بيكون طبعا اول شيء متسوى وبعدين بنشوى وبنحط، هذا معروف في منطقه رام الله. بعدين في عندنا شغله ثانيه اللي هي المقلوبه. مقلوبة اللي هي الابسايد داون. ليه بقولوا لها مقلوبة؟ لأنه بحطوا فيها أول اللحمة بعدين المقلوبة. ممكن حسب مين من مناطق فلسطين، في ناس بيعملها بالجزر، في ناس بيعملها بالبتنجان، في ناس بيعملها بالزهرة، في ناس بيعملها طب بالنسبة للمقلوبة، أيوة كثير من المناطق حتى يمكن في الخليج يعملوا المقلوبة يعني كأكلة. أكيد جربتيها أنت. أكيد طبعا، بس إيش اللي نحط لها بالضبط؟ إيش الخضار اللي المفروض توضع في المقلوبة؟ هي أصلا مثلا إحنا مثلا أهل القدس مثلا بنحط الجزر. الناس بيقولوا لك إنه مثلا أهل نابلس بحطوا البتنجان او الزهره. البتنجان اساسي صح؟ البتنجان بحطوا اساسي، هي اصلا هي اساسا البتنجان. احنا اليوم طبعا جايبينها بالجزر لانها هذا، وبعدين بنحط فيه ناس بيعملوها بالفراخ. طيب خلينا نشوف مع بعض عشان نتعرف عليها بالضبط. انت بتبدا تستكشف فيها دي. قلبنا المقلوبه. طبعا مقلوبه احنا ايش طبعا بنحط عليها شو اسمه السنوبر. السنوبر واللوز بسموه القلوبات السوريين. وبعدين نحط عليها شو اسمه هذا 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 المسخن، ما شايفه هذا اللي هو انا قلبي بدا يلمني والله. واحنا طبعا جينا هون اضفنا هون اضافات ثانيه زي ما قلت لك. عندنا الفطور الفلسطيني عندنا طبعا مهم جدا اللي هو الفلافل المحشي والساده، وعندنا الفول وعندنا المسبحه. ايش الفرق بين الفلافل الفلسطينيه والمصريه مثلا؟ المصريه طعميه، احنا هون بنعمله بالحمص وهناك بنعمله بالفول اكثر شيء. وبعدين هون احنا في هذا في محشي بيكون في بصل وسمام. هنا طبعا هذا القدسيه وهذه المسبحه. المسبحه عباره عن فول بحمص. فول بحمص هذه القدسيه نسبة أهل القدس. وهذه طبعا المسبحة عبارة عن حمص عادي بحمص حب. وهون زي ما قلت لك هون طبعا عندنا الزعتر والدقة. الدقة الخليلية طبعا هي شوي بتكون حادة. تنحط على ال هاي عم تحط نجيب عندنا في عندنا الكعك القدسي. هذا مشهور جدا في الكعك في القدس. بتعمل تحط الزيت وبعدين الزعتر. هذا طبعا فيش أي بيت فلسطيني يحب. نشوف الزيت والزعتر. أيوة يا ريت تفضل. أنا بفضل أجرب هذا. تراي ذيس ون. اتس ريلي نايس. بليز تراي ات. بعد الهواء بعد الهواء حجرب كل شيء لا تخاف. والله يهم محل كلك بها أو هان وهون هون هون فيصل يلا. وبعدين طبعا وبنعمل الشغلات الثانيه اللي هي عندنا طبعا عندنا الهون الزعتر الفلسطيني. كل الزعتر في بلاد الشام نفسه ما في لا مختلف. ايش الفرق بين الزعتر؟ احنا عندنا هون الزعتر هذا عباره عن الزعتر الاخضر هذا اللي هو بينشفوه طبعا بيعملوه هذا. في لبنان بتكون زي كانه زي كيف الدبابيس هيك بيكون مش بس يعني نوعيه الزعتر بيختلف تختلف من منطقه لمنطقه. ببلاد فلسطين هذا بنزرع في شمال فلسطين في فيرزاكي والله من قريب من القلقيليه. بعدين نحطوا فيه طبعا السماء برضه مضيفه والسمسم. طيب هون طبعا هنا عندنا الجبنه اللابلسيه وهنا الحلاوه انتوا لها رش انتوا لها طبعا حلاوه طحينيه كمان. وهنا طبعا هذا هون المربى السفرجل هذا معمول عندنا طبعا في البيت.
وعنا وهي زبده عاديه طبعا. وهون طبعا المناقيش طبعا تبعتنا اللي هي ممكن تلاقيها في كل بلاد الشام. هون انواع سوري تفضل تفضل تفضل. لا لا انا كنت بس بسال هنا يعني اللطيفه ايش كان اسمها؟ مقلوبه. هي ايش مكوناتها بالضبط؟ هي عباره عن رز ولحمه وهلا هون عندك في جزر طبعا بيكون في توابل. ما فيها باذنجان هذه؟ لا ما فيها باذنجان وفي هاي توابل نحط فيها طبعا زي بتقول. طب ليه ما انتم حاطين باذنجان؟ انا عايزه الباذنجان صراحه لازم يكون موجود. طب لو قلت لي قبل ببعث لك ثانيه. لا احنا لانه انا اللي اعرف انه المقلوبه لازم فيها باذنجان. ما انا بفضلها بالباذنجان باي ذا واي. انا بحبها كثير كثير باذنجان. جميل. طب ننتقل الى الحلا ولا هذه طبعا الشيف انس هو الشيف معدي. هذه هون هذه الكنافه هاي الخشنه معمولة بالجبنة النابلسية وطبعا احنا بنعملها عنا. هذه طبعا زي ما انت شايفة شو اسمه السمنة طبعا من نابلس والجبنة من نابلس. بس احنا بنعمل العجينة هون طازة بنعملها هون. جميل. هاي كتير زاكي والله. طيب من كتير زاكي والله كتير زاكي. وبالنسبة لل هدول حلويات عربية طبعا. هذا احنا عنا فيه المعمول وفي عنا الغريبة مع شو اسمه التمر وهذا المعمول المد وهذا أصابع الصنوبر. اكيد عندكم هذه مشتركه في جميع بس كل واحد حسب الطريقه. بتعرف احنا حتى ببلاد فلسطين الشمال على الجنوب على كل واحد بيختلف طريقته. بس يعني عم نحاول نلم الاوراق المبعثره شوي شوي ونحمل شغله كتمان معقوله يعني جدا. جميل. طب هذه ما تحدثنا عنها. هذا هلا هذا مهم جدا. هذه بخبره ام معدي هون. هذا هو اللي قلت لك عليه الزعتر اللي هو الاخضر بالضبط اللي هو الليفز اللي هم الاوراق. هذا طبعا بنعمل بنحط بال فكرت سباني خانة في البداية زعتر لازم تراي هيك تراي. هذا لازم بنعمل بزيت الزيتون بتبسبس وبتحط اوفر نايت وبعدين انا حساسية من البصل بس مشكلتي هذه ولا انا كان اكلت اشياء كثير خلص بعمل لك مرة جوا البصل. هذا كثير كثير مهم وبعدين له فوائد كثير كثير ممتازة الزعتر. وبعدين بنعمل بطرق ثانية بنعمله مطبق كمان بنعمل حسب هذا. عموما استاذ سمير احنا نشكرك ونشكر الطاقم اللي جا معك وحنجرب كل حاجة. لا وتفضلون اي وقت اهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا استضافتكم احنا يعني فاهمين شاكرين جدا لكم ما شاء الله عليكم جماعة مميزين جدا باي ذا واي. شكرا جزيلا.